السلام عليكم يا جيم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة. اليوم بدينا نصوروا في طاش بحدا المسجد. احنا قاعدين على الاوتيل صبري، حاطين المرمون شي حسب التنظيم. نروحوا مع العمل كل مره ونجينا نتوب في العاده، وان شاء الله تعجبكم الجوله. شوفوا واش كاين في البوست، واش خبر كاش بكايه. وزير التربية الوطنية كان قد أكد أن معدل النجاح هذه السنة حدد بعشرة من عشرين فما فوق، والإعلان عن النتائج سيكون في النصف الثاني من الشهر القادم. هذا ويواصل أزيد من 13700 مترشح بعنابة اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا للدور التجريبي. مديرية التربية للولاية جمدت نحو 3200 محطة موزعين عبر 53 مركز إجرائي بالولاية، مع تجنيد كافة الإمكانات للتكفل بالحالات الخاصة، كما تتحدث مديرة القطاع نادية بن طه في هذا التسجيل عبر السقطيس. هنالك حالة سيدة بسيدي عمار، سيدي عمار تبلغ من العمر 75 سنة، نتمنى لها النجاح والتوفيق بإذن الله. عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا الإعاقات البصرية، الإعاقات الحركية، حالة واحدة من تريزوميا، وحالة واحدة من التوحد، يعني لأول مرة يعني وصلوا للترمينال. هذا يشجع أنه هذه الفئة هذه إن شاء الله توصل لأعلى المراتب بإذن الله. أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بأنه تمت مراجعة الكثير من المواد المتعلقة بقانون الشهيد والمجاهد الذي يقتضي تعديلات تتماشى والمتطلبات الرهنة، حيث لا يزال العمل متواصل لإثراء هذا أمس. أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم عن انطلاق عملية الإسكان الإلكتروني عبر بوابة الحج الجزائرية، وتحظى العملية كافة الحجاج الذين سيسافرون وتخص العملية كافة الحجاج الذين سيسافرون مع الديوان إلى البقاع المقدسة. كثفت محافظة الغابات لولاية عنابة من نشاطها التحسيسي والتوعوي للمقيمين بالمناطق الغابية عبر الفرق المتنقلة من مخطط الوقاية من الحرائق. العملية تتم بالتنسيق مع مصالح الدرك الأمني على مدار أسبوع كامل. أسماء عوادي
يخرجوا يدوروا سوتها ما يبانش التعديات يديروها في الويكاند سوتو بالجمعه ولا باغزامب ابخي لي زون دو طرافاي. دخلت إسعافات مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة مساء أمس في حدود الساعة الثامنة والتاسعة مساء لانتشار جثة غريق من شاطئ ريز عمر تم العثور عليه من طرف صيادين خارج أوقات العمل، وبعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى ابن رشد الجامعي. من بلدية المشروحة لولاية سوق قهراس وتبقى أسباب الغرق مجهولة. إلى رياضة نصل حيث فاز المنتخب الوطني لكرة القدم بهدفين لهدف أمام المنتخب الإيراني ضمن المباراة الودية التي جرت أمس بالعاصمة القطرية قطر. هذا نتيجة ختام النشرة، في آخرها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أمس. مفتشية البيطرة تكثف من عملها القبل تحضيرا لفتح أسواق بيع الأضاحي العيد، وتؤكد عدم تسجيل أي حالات للحمى القمار. مترشحو شهادة البكالوريا يواصلون اجتياز امتحاناتهم في يومها الثاني، ووزير القطاع يعلن عن إصلاحات جديدة. انتشال جثة غريق من شاطئ ريز عمر. وفي الرياضة المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم مبارياته الرسمية والودية بفوز ثالث في العاصمة القطرية. الدقيقة الثامنة بعد منتصف النهار بإذاعة الجزائر من عنابة ختام النشرة، شكرا لكم وسلام. مع موبيليس واتصالات الجزائر اطلعوا على أحوال الطقس. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أوقات أحوال الطقس نهار اليوم بإذن الله نرتقب أجواء صافية ومشمسة على العموم. رياضة من المتغير الاتجاهات إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على العموم. درجات الحرارة القصوى المرتقبة لنهار اليوم تعرض بعض الارتفاع لنسجل 30 درجة بعنابة، 35 بالطرف وكلمة، و 31 درجة بسكيكدا وسوق قهراس. البحر هادئ وجميل. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله نرتقب أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. رياضة من متغير الاتجاهات إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة بالقرب من السواحل. درجات الحرارة القصوى المرتقبة لنهار الغد ستتراوح عموما ما بين 30 و 38 درجة على المناطق الساحلية والقريبة منها، وتكون من 36 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية. أما فيما يخص درجات الحرارة الدنيا المتوقعة لهذه الليلة وصباحة يوم الغد تكون في حدود 20 درجة بعنابة والطرف، 21 بسكيكدا ودلمة، و 18 درجة بسوق قهراس. هذا البحر اليوم الغد سيكون كذلك هادئ بحول الله. اطلعتم على أحوال الطقس مع موبيليس واتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. عنابة أفهم إشعار. تعلن شركة الميديترانية للبناء ميديبات إسبيا عن بيع 35 محل ذات استعمال تجاري وخدماتي. المساحات المتوفرة من 36 إلى 49 متر مربع متواجدة على مستوى حي القمم البوني ولاية عنابة. البيع يكون بالتقسيط وكما يلي: القسط الأول 10% يسدد عند التسجيل، القسط الثاني 40% يسدد خلال شهرين، أما الباقي فيسدد على 12 قسط خلال سنة. نسبة أشغال المشروع بلغت 95% والتسليم يكون بعد تسديد آخر قسط. لمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المديرية التجارية للشركة الكائن مقرها تجزئة ساحة مارس 42 رقم 37 بلدية عنابة، أو الاتصال عن طريق الهاتف 0555-00-33-15 أو 038-43-59-28.
السائق باحترامك لمسافة الأمان، أنت في أمان. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية، الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي، معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتوجات. نصوا على دين الدولة في الفصل الأول، تو قاعد يقول تو نصوا عليه في المكان المناسب، وهذه من بعض المآخذ اللي يتكلم عليها زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في علاقة بالتنصيص على الهوية نتاعنا في الدستور. فهمت إشكاليات موجودة بالنسبة لنا نحن في حركة الشعب، مسألة ربط المسارات بين الحوار حول الدستور والحوار حول القانون الانتخابي، تبدد كل المخاوف لدى البعض من أنه رئيس الجمهورية ينوي إصدار القانون الانتخابي في شكل مرسوم وربط موضوع البناء القاعدة باش نمشيو به الغادي كذا. وقاعدة بالنسبة لنا مسألة مهمة جدا، الفصل الأول أهميته مش في الفلسفة. نطلعوا طلعة بجنة البايلية، جمال القوة حاصل الفوق. فيها نلقاكم بخمسة أرقام، خمس كلمات، بالتوفيق للمتنافسين وللمتنافسين. امبارح كان في حدث، كان انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، وإحنا عودناكم في كل مناسبة نواكب الحدث بمحتوى يليق بحجم الحدث أو المناسبة. اليوم إحنا عشية إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم، إحنا نخليه بمناسبة يومي غد، واليوم بما أنه لا حدث رايحين نحاولوا نتناولوا موضوع عام. عائشة من الشرف تحياتي، أهلا حبيبتي ومرحبا. كيفك يا عائشة؟
الله ما شاء الله يا عائشة. إذا عائشة تنافست معنا أول اتصال من الشلف. عائشة اختارت رقم 2 وحمل الرقم بكلمة الأخلاق. ونروح للصيف ومعنا من هناك نبيلة. أهلا نبيلة، كيفك يا نبيلة؟ والله الحمد لله، ربي دوم علينا نعمة. اللهم امين يا رب العالمين. طيب ماذا تختار؟ رقم 3. رقم 3 عندك كلمة النتيجة. النتيجة؟ نعم. فكري جيدا، تبقى كده على التواصل.
النهاية فما مفاوضات من عند الحكومة مع أو محادثات تاع دفتر سيريا مع صندوق النقد الدولي، لكن عند الحضور الحكومة تقول الحكومة بأنه يجي البال من الوزراء، لكن الوزراء مش حاضرين. هذه النقطة اللي عاود يأكد عليها سرحان الناصري عن التحالف من أجل تونس. قلنا أنه كنا ننتظروا في وزراء وأعضاء الحكومة باش الأسئلة بتاعنا ما تكونش محدودة حسب إجابات لجنة فنية، ولا يكون فما عدم القدرة على الإجابة على كل الأسئلة. تبقى احنا اليوم نتعاملوا بطريقة إيجابية، كانت عندنا أسئلة سألناها خذينا الأجوبة اللي حاجتنا بها، كان فما إيصال بعض المواقف لأعضاء الحكومة أترافير اللجنة اللي حضروا معنا وأترافير الخبراء اليوم اللي موجودين. اللجنة هذه لجنة استشارية غير تقريرية، الفايدة أنه الأفكار اللي مش تنبثق على أعمال اللجنة الاستشارية للشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي اللي مش تدرج بعد في الدستور تكون موازية مع ومتفقة مع مخرجات هذه الحكومة. زوز ملاحظات مسخن الحكومة هذه في مخرجات الدستور. هي بيد الحكومة مش تقعد بعد الدستور نشوف بعد. اللي فهمته أنه مش نكتب الدستور على مقاس الحكومة. لا لا لا، ساعدني فهمكم. أن الآن اللجنة هذه خارج القانون. اللجنة هذه تشتغل لجنة سياسات الملاك. لجنة استشارية. اللجنة كلها تشتغل خارج منطوق المرسوم. المرسوم ما فيهوش سرحان الناس. لا المرسوم مش فيه. المرسوم فيه أنه اللجنة القانونية اجتمع لجنة القانونية وتعد الوثيقة متاعها يوم 13 جوان وتهزها للجلسة العامة اللي فيها الجلسة العامة نتذكره بالمقصود هي اجتماع اللجنتين، اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية. يوم قلنا الأستاذ صادق العيد رهاني أنه اللجنة القانونية مش تبدأ تخدم وقت اللي تنتهي اللجنة القانونية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى اللجنة القانونية باش تخدم خارج الأجال اللي وراء المرسوم. إذا العمل نتاعها اليوم إذا كان ما يتنقعش المرسوم هو عمل غير قانوني لأنه يعني مخالف الأجال. احنا نحينا المحكمة الدستورية لخاطر بعدنا عن الأجال، نحينا المحكمة الدستورية اللي معناها اللجنة القانونية. دونك اليوم اللجنة القانونية سوف تشتغل إذا كان المرسوم لم يعد. وزلت يوم يكون تفاصيل. لا 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 سامحني، دولة القانون هي دولة القانون، هي دولة النصوص، هي دولة الإجراءات. وقت اللي القانون ما حاش نلتلو بالتفاصيل نتاعو وبإكراهات، وقتها نعمل حاجة أخرى نسميها دولة الشاورما، دولة الجواب. هذيك أنا لازم نعمل. النقطة البرمجية. النقطة الثانية، يا سيدي نفترضوا الناس اللي حضروا الكل في اللجنة القانونية الاقتصادية والاجتماعية. كل واحد يوم عن المرأة. فاحنا شفنا الكل ولا عنده رؤية مشتركة اقتصادية واجتماعية ما عندهمش. شوف الناس الليبراليين ناس يقولوا روحهم اجتماعيين، لكن الناس اللي حاضرين ما ثماش ما يجمع بينهم إلا الشعارات العامة. صار حكومة زي ما كل مكان حكومة تونس وكذا باهية وحسيانة، ولكن فيهم كفاءات اقتصادية يا أخوي. نفترض فيهم البعض عندهم كفاءات اقتصادية. أما البعض اللي معروفين مجال الاقتصاد وكتبوا في الاقتصاد، البعض أغلبهم ما عندهمش كفاءات. أما البعض عندهم، لكن حتى البعض اللي عندهم ماهوش متهمين. هذا يدل لك على أنه بقيك شو بك مش يتخدم بيه شنو وشنو، وخاصة شكون اللي مش يتخدم استنى خلينا نفسر.
الرئيسات قدش من رئيس ثلاثة رؤساء تعطيوا على البوست ثلاثة رؤساء ثلاثة رؤساء قدام بكون عشرة عشرة رؤساء اسمح لي رؤساء يعني الرئيس الثامن سيطبق ما سيكتب اليوم في الدستور في علاقة بالخلافة السبيل الاجتماعي هذا لازم يفهموه لا هذا ولا عنده كذا ما يحففش ولكن يخلص يعني يدير الهدي
فالواجب الرابع إذن الحلق أو التغسيل. الواجب الخامس يقول الفقهاء تقديم الرمي العقبة على الحلق، يعني أول شيء يدير نهار العيد يروح يرجم الشيطان الكبير ومن بعد يحلق. الواجب السادس تقديم الرمي العقبة على طواف الإفاضة، أيضا هذا من الواجبات، ما لازمش الواحد يطوف الإفاضة وهو زي ما رجمش. الواجب السابع المبيت بمنى، يعني نهار العيد يبات في منى، يجب على الحاج الرجوع إلى منى للمبيت، ويبات نهار الثاني والثالث والرابع إذا كان ماهوش مستعجل. أما إذا كان ما ماتش في منى وما عندوش مانع فهذا لازم يخلص عليه دم. الواجب الثاني رمي الجمرات الثلاثة، نهار ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد كما نقولوا احنا. إذا ما رماش الجمرات الثلاثة هذه فعليه دم أيضا لأنه واجب. هذا باختصار واجبات الحج، وهي التي ذكرناها هي ثمانية، وبعض الفقهاء يزيد وبعضهم ينقص، ولكن يعني احنا حاولنا نختصر فقط على إخواننا. لعل من الأشياء التي يذكرها الفقهاء في الواجبات يذكرون التجرد بالنسبة للرجل، يعني الراجل كيجي يدير الإحرام لابد من حيق الشوب ونحي المخيط والمحيط كما يقول، لكن واحد من حاش قشو ودخل الإحرام بقشه بقشه بثيابه فعليه دم. إذا هذه هي واجبات الحج. أسأل الله تعالى يبلغكم يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.
ساخرك طيب. الكيب جبنا المكتوب هنا في هاي الأبطال. هاي الأبطال سخنة سخنة تكبر. Thank you.
كسره يا شباب بالكلخه ان شاء الله بالكلخه ماشي في باسكو ما وصلناش للباراميديكال ما فهمتش مازال ما فيناش مارشي فتنا هاي الباراميديكال دخل اليوم فاصل الباراميديكال ما سمعت جيتي ديجا قبل من هنا هي بس كل خلي مكسرة ياسر ما أقول شيء بدل ما كنت خلي على حفافة هي تخدم Je suis très bizarre.
ليكيب جبنا اللابتوب احنا هنا في موت فرشة كبيرة. مون عندي وجهة صاحبنا هذا الفوكا صدق وكملوا الفيديو تاعنا حتى المرة الأخرى. راه ليكيب بصح تكون عجبتكم الجولة في غير غرب قوايل خليكم على خير ولكم تلاقاو الفيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.